طاب اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من يمن مونيتور: قلق بريطاني لمنع المواطنين من دخول عدن. ومن الشرق الاوسط: 200 الف يمني في الخارج يحلمون بالعوده الى بلادهم. صحيفة التايمز تقول إن ترامب ألغى زيارته إلى لندن لأنه لن يجد حفاوة السعوديين. السويد تودع العملة النقدية لصالح الدفع عبر الهاتف المحمول. أهلا بكم. مظهر أولئك الموقوفين على حدود المدينة التي يريدون الوصول إليها والتي تمثل الحلم بالنسبة إليهم أثار تعاطف ما وراء البحار. وفقا لعنوان لموقع يمن مونيتور، فهناك قلق بريطاني لمنع اليمنيين الشماليين من دخول عدن. وقال الموقع إن السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شاركليف أبدى قلقه إذا منع القوات الأمنية في عدن للمواطنين القادمين من المناطق الشمالية من السفر أو البقاء فيها. وقال السفير سيمون على صفحته الشخصية بتويتر: سمعنا تقارير مقلقة عن قوات أمن في الجنوب تمنع الشماليين من السفر إلى عدن وكذلك البقاء فيها، ومن الجيد معرفة أن هذه الأخبار غير صحيحة من المجلس الانتقالي الجنوبي. ويضيف السفير: من المهم جدا أن يقوم الجنوبيون بمساعدة رفاقهم اليمنيين من جميع المناطق. قالت صحيفة أخبار اليوم إن حديقة السبعين أكبر حدائق صنعاء في طريقها للتحول إلى معسكر تدريبي، وعنوانات الصحيفة: ميليشيات تغلق أكبر حدائق صنعاء ومخاوف من تحويلها إلى مركز تدريبي. وقالت الصحيفة: أغلقت ميليشيا الحوثي أكبر حدائق العاصمة صنعاء ومنعت الزائرين من دخولها. وأبدت مصادر محلية مخاوفها من تحول الحديقة إلى مركز تدريبي لمقاتلي الحوثي، حيث انتشر مسلحون بلباس عسكري داخل الحديقة يحيطون بمجموعات من الشباب والأطفال، يعتقد أنهم ممن جندتهم الميليشيا لرفض جبهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الميليشيات أغلقت مسبقا عددا من المنشآت والمدارس الكبيرة وحولتها إلى ثكنات عسكرية وطائفية. من ضمن الملفات الوطنية الدقيقة التي كانت أمامي هي الحدود البحرية كرئيس للجنة الجرف القاري وكوزير للنقل، فهي تؤول إليه مع الحقيبة الوزارية. هكذا بدأ واعد عبد الله باديب مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس متحدثا عن لحظات الصراع حول جزيرة سقطرى حدثت منذ سنوات. وقال الوزير السابق: أتذكر أني في أغسطس وبداية سبتمبر 2014 اكتشفت ومن خلال مصدر خاص وهو صديق لنا يعمل بالخارج معلومات دقيقة حول ما اتخذته الصومال آنذاك من قرار جمهوري، وحددت مناطق للاستكشافات وأعلنت امتيازات للشركات للتنافس. وكان أرخبيل سقطرى بكله ضمن مناطق الامتياز بحسب القرار الجمهوري من الصومال، وكانت قد ساعدها مركز دراسات أوروبي بوضع الخرائط ومولة التكاليف للدراسات والخرائط من دولة أوروبية. وكنا نخشى أن تسرع الصومال بإيداع الخريطة بالأمم المتحدة. اهتم دولة رئيس الوزراء بذلك، وحاولت الاتصال بالرئيس مكرراً مرات ومرات ولم يرد علينا. وبعدها سارعت بإبلاغ مدير مكتب الرئيس آنذاك أحمد بن مبارك، والذي تفاهم مع الرئيس وشكلت لجنة برئاسته وعضويتي ورئيس الأمن القومي علي الأحمدي ووزير الخارجية حينها جمال السلال وآخرين. وبمشاركة الخبير بحري وكيل الوزارة علي الصبحي بذلنا جهودا كبيرة، وتم استباق الاعتراض من خلال ممثلنا بالخارج والتواصل مع الصومال الذي أرسل وزيره إلى صنعاء. توقفت هنا لأني خرجت إلى عدن ومنها إلى الخارج، وبعدها في نوفمبر خرجت من الحكومة. علمت بعدها أن الجهود تواصلت ولكن لست أعلم إلى أي نقطة تحديداً. آنذاك كانت بعض الأطراف الرسمية ملحة لمعرفة كيف وصلت المعلومات لي دون أن تصلهم كجهات أمنية ودبلوماسية. ما زلت أرى أن الخطورة على سقطرى ممن قد اجتهد بتسميتها ضمن حدوده وتحت سيادته وحاول أن يستبق اليمن بالذات في الظروف الداخلية المعقدة آنذاك. العديد من القرى أخذ طريقها في مقاومة ميليشيا الحوثي بإمكانياتها الخاصة،
حيث تصدى أهالي إحدى القرى في محافظة إبلي حملة حوثية هدفت لاختطاف أحد الوجاهات الاجتماعية وعنون موقع الصحوانات. أهالي قرية برضمة إب يتصدون لحملة حوثية ويفشلون محاولة اختطاف مواطنين. مصادر محلية أفادت أن أهالي قرية الشياح بمديرية الرضمة تصدوا لحملة حوثية قدمت لمنطقتهم بهدف اختطاف مواطنين، وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي قدمت نحو قرية الشياح لاختطاف أحد أبناء المنطقة ويدعى مصلح قائد بعد خلاف نشب بينه وبين أحد متحوثي المنطقة. وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية حاولت اقتحام منزل المواطن وتم إفشال مهمتها في اختطافه بعد تدخل الأهالي. وأكدت المصادر بأن أبناء الشياح وأحرار القرية حملوا أسلحتهم الشخصية وتوزعوا حول المنزل وأعلنوا استعدادهم للموت من أجل الدفاع عن كرامتهم. لا يشعر محمد شمسان وهو يمني أربعيني بأي تفاؤل في تحقيق انفراج سياسي قريب للأزمة اليمنية، على الرغم من استئناف الأمم المتحدة خلال الأيام الأخيرة مساعي جديدة لحلحلة الجمود في مسار السلام المتوقف منذ أغسطس 2016. وقال تقرير كتبه غمدان الدقيمي ونشر في موقع المشاهد نت نقلا عن ارفع صوتك: فشلت أربع محاولات أو جولات من مفاوضات السلام اليمنية منذ تصاعد حدة النزاع الدامي في اليمن أواخر مارس 2015 في التوصل لأي اتفاق سياسي لإنهاء الحرب المأساوية. وطبقا للتقرير فإن الأمم المتحدة والدول الكبرى بمجلس الأمن الدولي تأمل في بلورة خطة السلام في اليمن التي ترتكز على انسحاب الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء والمدن التي سيطروا عليها تباعا منذ منتصف 2014 وتسليم السلاح. أكثر من 10 صحفيين في معتقلات الحوثيين لا نعرف بالتفاصيل كيف يسيئون إليهم، لكننا ندرك بوعي جمعي وجل أنهم يتعرضون لشكل ما من التعذيب قد يتخطى ما نعرفه. هكذا بدأ محمود ياسين مقاله المنشور في موقع الموقع بوست مضيفا: هل نطالب الميليشيا بتأهيل عناصرها الأمنية لنحصل على تعذيب ممنهج مدروس لا يفضي إلى الموت؟ تعذيب واعتقال من ذلك الذي كان أيام الدولة ولو مستنسخا بطريقة ارتجالية من أسلوب الدول. يمارسون كل شيء بغوغائية وجلافة وتجريب من السياسة إلى التعذيب. يجيدون القتال فقط، مؤهلهم الوحيد لإدارة حياة بلد بمستويات من موت واحد. أطلقوا سراح الناس ولو على سبيل الخداع، وتلك الأداءات التي تتبعها السلطات الكريهة لتحسين الصورة أو جعلها أقل بشاعة. أكثر من 10 صحفيين وآلاف المعتقلين لا دستور يدافع عنهم، ولا منظمات ولا صوت غير نشيج الأمهات على بوابات السجون وعلى أبواب مسؤولين، لا ميثاق حقوقي يربطنا بهم، ولا يكترثون لسمعتهم أمام المجتمع الدولي، ولا يهتمون حتى للعرف. تأسيس للتوحش الممنهج فحسب ما تقومون به، وتكريس هذا التوحش بوصفه عقدا سياسيا من طرف واحد، حتى أنك إذ تتقمص شخصية المذعن لسلطة الأمر الواقع على أنها دولة، لن تجد منها رجل دولة تراجعه بشأن زملائك ولا مكتبا رسميا وجهة قانوني. أطلقوا سراح الناس، اجعلوا من هذا الاتهام الذي نقوله مجرد أكاذيب. موقع سبتمبر نت التابع أو موقع سبتمبر نت تابع الظروف الأمنية التي يعيشها أو تعيشها مناطق في الجوف بعد تحريرها. ويقول الموقع: أمن الجوف يلقي القبض على عدد من الخلايا النائمة في منطقة اليتمة. وأكد القائم بأعمال مدير أمن الجوف العقيد عبد الله محسن البرير أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين بحوزتهما ألغام ومتفجرات كانا على وشك زراعتها بأماكن هامة بمنطقة اليتمة، كما قبضت على عدد من الراصدين يعملون على رصد تحركات الجيش الوطني في المنطقة. وقال في تصريح لسبتمبر نت أنه تم تفعيل الأجهزة الأمنية في مديرية خبوة الشعف اليوم الثاني من تحرير منطقة اليتمة والمهاشمة وتفعيل قسم الشرطة والبحث الجنائي في المديرية. أوضح أن
الأجهزة الأمنية قامت بوضع نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المنطقة وتفعيل الدوريات الأمنية لتأمين المنطقة وملاحقة الخلايا النائمة في المديرية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بمتابعة المنهوبات المأخوذة من المؤسسات الحكومية أثناء تواجد الميليشيات في المنطقة واستعادت أجهزة ومعدات كثيرة من المواطنين. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اليمنيون في مصر كما تقول الشرق الأوسط في تقرير خاص تقدر أعدادهم بنحو 200 ألف بينهم رجال أعمال وطلاب ومرضى يحلمون بالعودة ويفضلون وصف عالقين بدلا من لاجئين. تتفاوت ظروفهم المعيشية داخل أروقة المدن المصرية الكبرى ما بين نازحين من الحرب وعالقين جاءوا للعلاج ولم يتمكنوا من العودة. وتضيف الصحيفة يعيش اليمنيون في مصر والقاسم المشترك بينهم جميعا هو الخوف من كابوس الحرب الذي تتصاعد حدته يوما بعد يوم. ورغم ما تتعرض له المدن اليمنية من صراعات دموية فإن حلم العودة يمثل لليمنيين المقيمين في مصر وصفة طبية يتشاركون فيها جميعا. وينتشر اليمنيون في كثير من المدن المصرية أبرزها الإسكندرية وأسيوط ومدينة المنصورة، لكن العديد أو العدد الأكبر منهم يرتكز أو يتركز في القاهرة. ويواجه اليمنيون مشكلات أبرزها ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول وتحديد مدة الإقامة بعد أن ظلوا نحو 60 عاما يسمح لهم بالدخول دون تأشيرة. النسبة الأكبر من اليمنيين في مصر يعتمدون على المساعدات ومساعدات أقاربهم وعائلاتهم في الخارج، بينما يمتلك عدد منهم مشروعات تجارية معظمها متوسطة مثل المطاعم اليمنية والمحال التجارية، وتشكل تحويلات الأقارب من الخارج المصدر الرئيسي لمعظم الذين نفذت مدخراتهم. من صحيفة العربي الجديد موضوع يحمل عنوان عيادات متنقلة في اليمن، حيث تنتشر عيادات طبية متنقلة في عدد من المناطق الريفية اليمنية بهدف تقديم خدمات صحية للتوعية والعلاج لا سيما خدمات الصحة الإنجابية. كثيرة هي الأمراض التي انتشرت خلال الأعوام الأربع الأخيرة في ريف اليمن لأسباب ترتبط بإغلاق مراكز صحية وانعدام الأدوية وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى تلوث المياه وسوء التغذية وتراكم النفايات. تأتي العيادات المتنقلة كاستجابة نوعية بهدف محاصرة تلك الأمراض في بعض المناطق الريفية المحرومة من أبسط الخدمات. يقول المواطن حسين الشاطبي إن الوضع المعيشي المتردي في المناطق الريفية في صنعاء والحديدة وغيرهما يمنع الأسر اليمنية من التوجه إلى المستشفيات وشراء الأدوية في ظل غياب الخدمات الطبية الشاملة في العيادات المحلية، لذا كان لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة. ويضيف العيادات المتنقلة تأتي لتساعد المرضى خصوصا من النساء والأطفال وتخفف عنهم عناء السفر إلى المستشفيات البعيدة. الثالث عشر من يناير كان أكبر عملية انتحار جماعية وعلامة فارقة على الإخفاق في إدارة الخلاف والاختلاف وعلى الخفة والانزلاق إلى تصفية الخصوم والقتل. هكذا بدأ منصور هائل مقاله الذي تحدث فيه عن أحداث عدن الدامية التي تصادف ذكراها اليوم، وأضاف هائل في مقاله المشهور في بلقيس: سأتحدث اليوم بلغة تلك الأيام ليقول إنه في مثل هذا اليوم 13 من يناير 1986، أي قبل 32 سنة، انفجر الموقف وتغلبت لغة الحسم العسكري على كل محاولات احتواء التنازع في أوساط القيادة التاريخية والقواعد الصلبة والمتماسكة لحزبنا الاشتراكي اليمني. تحول التنازع على فتات السلطة البائس
إلى تقاتل شرس ومتوحش أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمشردين والمعوقين والمعتقلين، فضلاً عن أنه قصم ظهورنا وأعمارنا وأهدر أحلامنا وآمالنا وفرصنا في الحصول على رخصة للإقامة في العصر والتاريخ، وأسلم رقابنا ومصائرنا بالمتربصين بنا والمتكالبين علينا. في تلك المعركة التي استخدمت فيها الدبابات والمدفعية والطيران والبوارج البحرية والخناجر والأنياب والأظافر، تبدد إلى غير رجعة حلم استكمال مرحلة التحول إلى الاشتراكية وفي اختراع وطن. كنت يومها في توثب ما بعد العشرين، وقد قدر لي الوقوف على الأطلال والجماجم والخراب، وحكم علي بالهرم المبكر وشيخوخة مستعجلة من تلك اللحظة، من هول ما عشت وشاهدت ومن فداحة خسراني وفقداني لمعظم أصدقائي وأحبتي ورفاقي، بمن فيهم رئيس تحرير الصحيفة التي اكتنفت بدايات خربشات وسيرة العملية صحيفة 14 أكتوبر، ومدير تحرير الصحيفة ورئيس تحرير صحيفة الثوري ومدير إذاعة عدن ومدير دار الهمداني والعشرات من الصحفيين والكتاب والأدباء والمثقفين والأكاديميين الكوادر، جلهم قتلوا في يومين وعشرة أيام، ما أكثر الأسماء وما أحسر الإحصاء. أتعجب وأستغرب حتى الآن كيف نجوت، ولماذا من الحمام الدموي الوحشي الذي تفجر وعصف بالبلاد ومزقها في وليمة انتهت بنا إلى ما يشبه العدم. نشرت صحيفة تايمز مقالا افتتاحيا عن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته الرسمية لبريطانيا، وصفتها بأنها فرصة ضائعة. وتقول الصحيفة أن ترامب وجد في زيارته للسعودية البساط الأحمر وحفاوة الاستقبال والفخامة والترويج لصورته مع الملك سلمان والشعارات الرنانة، وهذه هي الزيارات التي يحبها ترامب الأمريكي حسب التايمز ويحرص عليها. وتضيف أنه لم يكن ليجد ما يروق له لو أنه زار لندن لافتتاح سفارة الولايات المتحدة الجديدة، فربما قابله الناس بالاحتجاجات وقابلته رئيسة الوزراء بصرامتها المعهودة. وترى الصحيفة أن ترامب ألغى زيارته لبريطانيا لهذه الأسباب وليس لأسباب التي ذكرها في حسابه على موقع تويتر. وتضيف أن الانتقادات التي تعرض لها من عمدة لندن صديق خان هي أيضا كانت من العوامل التي جعلته يتراجع عن الزيارة، كما أنه كان يتوقع استقبالا فاترا في قصر ويندسور ما جعله يفقد الحماسة للقيام بهذه الزيارة. من بين الأخبار التي أثارت ردود الأفعال الشعبية ولقيت صدى واسعا ما حدث لطفلة باكستانية، حيث قالت الصحيفة أو صحيفة البيان قالت: جريمة اغتصاب طفلة باكستانية في الثامنة من عمرها ومقتلها مؤخرا أثارت ردود أفعال غاضبة في باكستان والعالم ومن شخصيات أيضا معروفة. واختطفت الطفلة التي تدعى زينب أنصاري الأسبوع الماضي أثناء ذهابها إلى منزل مجاور لبيتها في إقليم البنجاب الباكستاني لتلقي دروسا في القرآن، بينما كان والدها أو والداها يؤديان العمرة في السعودية. وفقا لما قاله ضابط في الشرطة الباكستانية، عثر على جثة الطفلة زينب في صندوق للقمامة، وقالت السلطات إنها اختطفت واغتصبت وقتلت. وأثارت هذه الجريمة المروعة غضبا شعبيا واسعا النطاق في باكستان، وأدان النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة لفشلها في إلقاء القبض على أولئك المتورطين في الجريمة. مواطنون غاضبون أيضا هاجموا مركزا للشرطة ومبنى حكوميا مجاورا في إقليم البنجاب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أشخاص آخرين. وفي الأخبار المنوعة المتداولة، جاء في موقع مصر 24 تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، قال كاتبه إن السويد تبتعد رويدا عن استخدام العملة النقدية لصالح البطاقات وتطبيقات الدفع بواسطة الهاتف المحمول. وفقا لدراسة حديثة، فإن الدولة في طريقها للتخلي تماما عن العملة النقدية بحلول 2023، على الرغم من أن تجار التجزئة يتوقعون أن تبقى العملة النقدية متداولة لبضع سنوات بعد ذلك. السويد
بدأت التخلي عن العملة النقدية بصورة متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتوقع الخبراء ألا يمضي زمن طويل حتى تصبح البلاد بلا عملة تماما. أثار الكتاب الذي صدر للتو حول دونالد ترامب ورئاسته المختلة نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض، قلق الكثيرين في واشنطن. هكذا بدأت إليزابيث درو مقالها المعاد نشره في صحيفة الغد الأردنية، وتضيف متحدثة عن خلاف داخل البيت الأبيض. لم يتضح بعد كيف حصل المؤلف مايكل وولف على بعض معلوماته، لكن من المؤكد أنه سجل العديد من مقابلاته، وخاصة تلك المستخدمة في المحادثة الطويلة التي تضمنها الكتاب. الكتاب يخبرنا في الغالب عن ما كان يعرفه معظم الصحفيين السياسيين في واشنطن مسبقاً، أن ترامب غير مؤهل ليكون رئيساً، وأن البيت الأبيض أصبح نقطة شديدة الخطورة بسبب مساعدي الرئيس عديم الخبرة. والمفاجأة الوحيدة هي أنها لم تظهر أي كوارث أخرى، على الأقل حتى الآن. جزء كبير مما صدر قبل نشر الكتاب يتعلق بمعركة بين أكبر ثرثارين ومتكبرين عرفهما التاريخ السياسي الأمريكي، ترامب ومستشاره الاستراتيجي السابق ستيف بانون. في صيف عام 2016، مع افتقار حملته إلى قائد، عين ترامب بانون رئيساً تنفيذياً للحملة، وهو رجل أعمال سابق عدواني. كان لدى بانون أفكار كثيرة حول ما ينبغي أن تكون عليه حملة شعبوية يمينية. يحب ترامب لوم الآخرين على فشله وأخطائه، وهو لا يعتبر نفسه المسؤول عن هذا الفشل. تم طرد بانون من الإدارة فعلاً، وغادرها في آب أغسطس. وعلى الرغم أنه وترامب بقيا على اتصال بعد ذلك، لكن خلافهما كان أمراً لا لبس فيه. كان ترامب وبانون رجلان سمينان يحاولان تقاسم كيس نوم واحد، ولم يكن عالمهما السياسي كبيراً بما فيه كفاية. مجموعة مختارة من أفضل الصور في القارة الأفريقية خلال الأسبوع الماضي من موقع شبكة البي بي سي، منها أزمة الخبز في السودان وثلوج الجزائر. نتابع. وبهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.